بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد، وزي ما عودتكم يا جماعة أن أي مشكلة تحصل معي في القناة أصورها لكم عشان خاطر تستفيدوا منها، ولو حصلت معاكم تعرفوا تحلوا المشكلة دي. فمن المشاكل اللي حصلت معايا أن أنا في فيديو مع عندي وعاوز أقص جزء منه، الجزء عاوز أقصه في نص الفيديو. طيب أنا هفتح قناتي على استوديو منشئ المحتوى أو بعد التحديثات، طبعا مربع اختيار يوتيوب، مربع اختيار يوتيوب، وبعد كده هضغط هروح للفيديوهات بتاعتي وهروح للفيديو اللي أنا عايز أقص جزء منه. طيب الفيديو أهو، فبضغط على التفاصيل وبروح لأداة التعديل، فبتتفتح لي النافذة دي. فأنا دلوقتي لو أنا عايز أقص جزء يعني من أول الفيديو هدوس على اقتطاع، فهيظهر لي الفيديو داخل مربع أزرق. فأنا عايز أقص مثلا جزء من أول الفيديو، يبقى همشي من اول الفيديو لغاية المكان اللي انا عايز اقص منه، يعني هقص المشهد ده مثلا، فهروح بالسهم وعند المكان اللي انا عايز اقصه وبسيب المربع واعمل معاينة. فالفيديو اللي هيكون هو الباقي هيكون ظاهر، اما الفيديو اللي هيتقص فهيبقى معتم ومظلم، فده الجزء اللي هو هيتقص من الفيديو. طب لو انا عايز اقص جزء من اخر الفيديو برضو نفس القصة، بدوس على اقتطاع وبروح اسحب اللي هو المربع، ضلع المربع اللي هو في اخر الفيديو للمشهد اللي انا عايز اقصه. يعني انا لو عاوز اقص المشهدين دول فهروح كده وبرضو هدوس معينة، فهيديني الجزء اللي انا هقصه معتم والجزء اللي هو الظاهر اللي هو هيفضل من الفيديو، وادوس حفظ. مجرد ما انا دوست حفظ راح هيروح مدخلني على جاري معالجة الفيديو، يرجى المحاولة مجددا في وقت لاحق. طيب يا احباب، بعد حوالي 5 دقائق او 7 دقائق انتهت المعالجة، وكان بإمكاني ان انا نعدل تاني على الفيديو. فدلوقتي انا قصيت جزء من اخر الفيديو، فدلوقتي انا عاوز اشوف ان انا اقص جزء من وسط الفيديو، فبرضو بدوس على اقتطاع. بمجرد ما دوست على اقتطاع انا ظهر لي المربع ده، بس في ان انا عايز اقص جزء من هنا. طب اقصه ازاي؟ فهنا بقى في كلمة تقسيم بس غير مفعلة، وهو ده اللي كان مسبب لي المشكلة، ان انا مش عارف ازاي اوصل ان انا اقص جزء من وسط الفيديو. فلو انت ما ظهرتش معاك كلمة تقسيم زي كده، اضغط ضغطة في وسط الفيديو فهتظهر معاك تتفعل كلمة تقسيم. فهنا تضغط على كلمة تقسيم وتروح بقى للمكان اللي انت عايز تقطع منه الفيديو، يعني اي مكان عايز تقطعه منه هتتفعل معاك كلمة تقسيم. فأنا مثلا عايز أقطع المقطع ده من الفيديو مثلا، فبعمل إيه بقى؟ بقسم الفيديو، يبقى جزء هيبقى معايا مربعين، مربع في الأول ومربع في الآخر، والمكان اللي هو اللي بين المربعين ده هو اللي هيتحذف وهيتم حذفه من الفيديو. لو دوست أنا معينة هلاقي إن الجزء الظاهر هنا، الجزء ده ظاهر والجزء ده ظاهر، أما الجزء اللي في المنتصف اللي هو اللي هيتقص هو المعتم، وهو فمجرد ما انا هدوس حفظ فهيقول لي جاري معالجة البيانات، وبكده يبقى انا قدرت اقص جزء من وسط الفيديو. يعني انا لو دوست حفظ كده فهيقول لي هنا هل تريد حفظ التغييرات؟ قد استغرق تطبيق التغييرات التي اجريتها بضع ساعات خلال هذا الوقت، سيرى المشاهدون النسخة الحالية من الفيديو ولن تتمكن من اجراء تغييرات اخرى على الفيديو الى حين الانتهاء. طيب انا هعمل الغاء ليه؟ عشان عاوز اوريكم. طب انا لو كنت قصيت جزء وطلع الجزء ده مثلا انا بعد كده احتجت ارجع الفيديو زي ما كان، فبعمل ايه؟ فبروح على الثلاث نقط اللي بجوار حفظ دولة، اضغط عليهم وهو وكلمة العودة
إلى الفيديو الأصلي. لو دوست على العودة قال لي ستتم إزالة كل العناصر والتعديلات من الفيديو ولا يمكن التراجع عن هذا التغيير، فنقول له العودة إلى الفيديو الأصلي، وبقده حيرجعني للفيديو اللي أنا حملته من البداية بعد ما أنا سواء كنت عملت أي تغييرات عليه، فحيرجعني للفيديو الأول اللي أنا حملته بدون أي تغييرات عليه. ويا رب يكون أفدكم في الفيديو ده، ولو كنت أفدتكم ما تنسونيش بإعجاب وتعليق واشتراك للي ما اشتركش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.